فإلى أول سؤال. السؤال اللي احنا هنبتدي بيه النهاردة هو من ضمن الأسئلة اللي جت على الهوى، لكن الحقيقة كان من أجل البحث ومن أجل أن ياخد وقته في أن احنا نرد عليه باستفاضة، كان لابد من إرجاء الرد عليه في حلقة الرد على الأسئلة. وكان السؤال ده للسيدة نغم، بتقول: هل الرجل الصالح الذي زوج ابنته لسيدنا موسى عليه السلام هو نبي الله شعيب عليه السلام؟ الحقيقة يا ست نغم أنه اختلف العلماء في تحديد حقيقة الرجل الصالح الذي قابله سيدنا موسى عليه السلام في مدين، هل هو نبي الله شعيب ولا هو حد تاني؟ الكلام ده اللي كان وارد طبعا ورد ذكره في قوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم إلى نهاية الآيات الواردة في هذا المعنى في سورة القصص. الحقيقة أن هناك رأيان في تحديد حقيقة الرجل الصالح ده اللي قبله سيدنا موسى عليه السلام في مدين. القول الأول بيقول أنه الرجل ده اللي قبله هو سيدنا شعيب النبي المرسل، وده قول أكثر العلماء. قال أو ذكر في هذا المضمار الإمام الفخر الرازي، قال أنه أما الاختلاف في أن ذلك الشيخ كان شعيب عليه السلام أو غيره، فالأكثرون على أنه شعيب النبي، واستندوا في ذلك إلى أن مدين هي نفس البلدة اللي أرسل إليها النبي شعيب عليه السلام، وأنه طبعا نبي كان معروف بالحكمة ومعروف بالكرم، وأنه سيدنا موسى لجأ إليه بعد فراره من مصر. ده الإيه القول الأول. طب القول الثاني، القول الثاني يرى أصحابه أن الرجل الصالح ليس هو شعيب النبي المعروف اللي هو الذي أرسله الله تعالى. أمال ده مين؟ قال لك لا، ده شخص آخر من قوم مدين. واستندوا إلى في ذلك إلى الفارق الزمني اللي كان بين نبي الله شعيب عليه السلام وقصة سيدنا موسى عليه السلام، وأشار بعض المؤرخين إلى أن النبي شعيب عاش قبل سيدنا موسى بفترة طويلة جدا، ولذلك من وجهة نظري المؤرخين لا يمكن أن يكون هو نفسه الذي استضاف سيدنا موسى عليه السلام في مدين. واختار شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري عدم الترجيح، يعني هو كان متوقف بين القولين، لا قال هو شعيب، ما رجحش أنه هو نبي الله شعيب اللي قبله سيدنا موسى في مدين، ولا قال هو رجل آخر من مدين، هو توقف الإمام الطبري فقال: وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب. ونقل قول ابن عباس رضي الله عنهما، بيقول القول بتاع سيدنا ابن عباس: الذي استأجر موسى يسرى صاحب مدين، قالوا ده هو اللي كانت هو ده الشيخ الكبير اللي قبله مدين، وذكر القول ولكنه لم يرجح أي القولين، لم يرجح الإمام الطبري أي القولين يفضله أو يرجحه على الآخر. واللي كان يعني أو مما يمكن أنه يرجح أنه كون هذا الرجل الصالح ليس شعيبا عليه السلام اللي هو النبي المرسل، اللي ذكروا الحافظ ابن كثير في تفسيره والحافظ السيوطي في الدر المنصور في التفسير بالمأثور من رواية أوردها عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، إن صاحب موسى عليه السلام كان اسمه أسرون، وهو ابن أخي شعيب النبي المعروف عليه السلام. وارتضى بعض المعاصرين من المفسرين هذا القول بأنه ده هو الرجل اللي هو أبو المرأتين
وهو ده صاحب مدين اللي قبله سيدنا موسى واللي تزوج واحدة من بناته، وإنه ده أسرون ده هو اللي قبله سيدنا موسى وليس بشعيب النبي المعروف زي ما هو مشتهر عند كثير من الناس. طيب يعني هذا القول لم يدل الحقيقة عليه دليل، وغاية ما يكون إنه شعيب عليه السلام يعني كانت البلدة بتاعته هي مدين، وهذه القضية برضو جرت والقصة كلها جرت في مدين، وقالوا لا تلازم بين هذا وذاك. الخلاصة يعني في الأمر ده إنه واللي أنا أحب يعني أنبه عليه بالذات، لأن في حاجات خفايا كده في بعض القصص لما الإنسان بيقعد بقى يفصل قوي ببعد أنا عن هدف القصة. اللي عايز أنبه إليه إن القرآن الكريم في القصص التي يعرض لها هو يعني مبغاه من عرض هذه القصص يلفت الأنظار إلى العبر والاعتبار من القصة دون النظر إلى أشخاصها والتفاصيل اللي هي لن علم لا ينفع وجهل لا يضر. وهذا ما ينبغي علينا دايما إن احنا نعتني به من غير بقى التفتيش عن في الأسماء، ما دام إنه لم يرد وحي اللي هو الخبر الواضح الصحيح، يعني لم يرد وحي صحيح بذلك، وهي ترجيحات للعلماء فيرجح الإنسان ما شاء. وعلى ذلك فلا يوجد في القرآن الكريم أو كتب السنة أو الأحاديث الصحيحة ما يؤكد أن هذا الرجل الذي قابله موسى عليه السلام في مدين كان النبي شعيب عليه السلام، وإنما هذا اجتهاد من بعض المفسرين بناء على ما أفادته بعض المرويات اللي بتحتاج إلى تحقيق وتمحيص، وبالتالي ده اجتهاد من هؤلاء وهذا اجتهاد من هؤلاء. وأنا أختار برضو وإن الإنسان حابب بقى يختار قول من القولين أو إنه يتوقف كما عن الاختيار بين القولين كما توقف الإمام الطبري نظرا واعتبارا بالعبرة، النظر إلى العبرة من القصة، وفي نفس الوقت ألا ينشغل الإنسان بفروع ذلك طالما أنه لم يوجد خبر واضح يدل على ذلك. يا صاحبة السؤال أستاذنا، أرجو أن احنا نكون يعني وفينا لحضرتك الأمر كما تريدين.